والسلام. ناخد اول تليفون معانا يلا يا دكتور. استاذ محمد. استاذ محمد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. الله يخليك. لو سمحت البوسطه. الايه؟ البوسطه نظام فوائدها ايه؟ حاضر. وهل ممكن نطلع الفوائد؟ حاضر. نطلع الضرايب من الفوائد؟ حاضر. في عند حضرتك اي سؤال تاني؟ يبقى احنا عايزين البوسطه نظامها ايه؟ طلع الضرايب ولا الزكاه؟ والضرايب ولا الزكاه؟ لا الزكاه. الزكاه ما انا سمعت. ايوه تمام يا فندم. في سؤال تاني برضو. والدتي كانت ست كبيره وكان عندها ارض 29,000 فهي بعتها لي. يعني بعت الارض دي عشان تساعدني. وبعدين هي جت دخلت القصر الفرنساوي في عمليه جراحيه وحاجات من دي وقدم سكري يعني. وصرفت ما صرفت. فايه الموقف دلوقتي في الفلوس دي؟ انا مش فاهم السؤال. لا معلش حضرتك بتقول كان عندها ارض بعتها لك. ايوه. يعني انت اشتريتها منها ولا بعتها عشان تديك فلوسها؟ عشاني. نعم عشاني. بعتها لناس وادتك فلوسها. ايوه. عشان تساعدك. وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين هي بقى جالها قدم سكري ورجليها دخلت المستشفى عشان تتعالج او تعمل عمليه. وصرفت محتاجه فلوس. وصرفت من الفلوس بتاعتها بقى. صرفت من الفلوس بتاعتها اللي هي بعتها. صرفت من فلوس الارض. طب ايه المشكله؟ ما الموقف؟ نعم. يعني الموقف ايه دلوقتي؟ حضرتك ما فاهم يا دكتور سؤاله. يعني هي باعت حته ارض تقريبا ب 100,000 مثلا، ساعدته ب 50 ومعاها 50 دخلت اتعالجت بالباقي. اللي هو على حسابها. فهو بيستشعر شيء من الحرج ان امي ادتني، كان المفروض ما تصرفش من فلوسها واصرف انا عليها. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هو كده ولا العكس؟ لكن ما دام هو ده اللي سؤاله. هو لسه معانا اهو. صح استاذ محمد حضرتك ده قصدك؟ ايوه هو. طبعا طبعا. لكن هي ان شاء الله ما دام خرجت بطيب النفس من والدته ومساعده ليه ومعاها تصرف على روحها في علاجها لا حرج. اما اذا اراد هو بقى ان هو يساعدها ينال الدرجه الطياري، يعني يركب البولمان الفاخر فيقول لها ده انت ساعدتيني وانا دلوقتي بشتغل في البورصه، هو بيسال اول سؤال في البورصه. يبقى معايا الدنيا جميله، فوالله ما انت مطلعه ولا قرش. خير قوي ربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. تمام. طيب نشوف سؤاله في البورصه الاول. نشوف سؤاله في البورصه وبعدين اقول لحضرتك سؤال معانا. طيب. حاضر يا فندم. اولا موضوع البورصه ده موضوع من الموضوعات المهمه جدا. سوق مال، حركه حياه، فلوسك شركه تجيب مكن، المكن ده يزود ربحها، وهي بتشتغل في حلال، متاجرة إسلامية ما حصلتش في التاريخ، ممتازة جدا. ور السهم ب 10 بعد دقيقة ب 15، لا بعنا ولا جبنا مكن، قمار مش بورصة. عشان البورصة تبقى بورصة يعني معناها إن إحنا نشترك مع بعض الشركة دي، نرفع رايتها، نغير بابها المصدي، نعمل إنتاج حقيقي. إنما نبيع الوهم ونقول ده دين ويجوز، ما أعرفش أنا الكلام ده. ده اللي انا اعرفه. اذا كان حد تاني يعرف احسن مني الله ينفع به الناس، انما انا ما لا اتاكد منه وعارفه هو ده. بعد كده بقى اللي يجي لك من البورصه الله يديك الصحه طبعا، حلالك وزلالك ومكسب اهو. انت راجل اشتركت في الاسمنت وربنا كرمك، ولا اشتركت في شركه مباني وبنيته مساكن للشباب واقتحمته الصحاري وزرعته وجبته القمح واستغنيته على الاستيراد والتصدير والبتاع، وعايزين نصدر مش عايزين نستورد، يبقى ده فلوسك 100% حلال. انما ادي لا بعنا ولا اشترينا، وبعد 3 دقائق بقى بخمسه، بعد 15 بقى ب 24، بيع اشتري بيع اشتري، احنا بنتاجر في القمار وبنلعب كوتشينا. تمام. استاذ محمد. ايوه سعاده الباشا. اهلا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. النبي استاذ مبروك. فضل. انا عايز صدرك يتسع للحاجات اللي هقولها لسيادتك دلوقتي. حاضر يا فندم. دلوقتي سيادتك يوم 7/9 ويوم 8/9 اصدرت فتوى وقلت ان اعمال البورصه محرمه. بالرغم من ان مجمع البحوث، بالرغم من اداره الافتاء المصريه قالت في الفتوى بتاعتها رقم 699 سنه 2009 انها حلال بشروط ثلاثه. واخد بال سيادتك؟ طبعا الفتوى دي اللي سيادتك اصدرتها ممكن تعمل ذعر وممكن تنقص السيوله في التداول، يعني ممكن تؤدي لضرر. دي نمره واحد. سيادتك لو عايز اقول لك الشروط الثلاثه اقولهم لك. نمرة اثنين، بالنسبة لسيادتك أصدرت فتوى إن زكاة الفطر 10 جنيه للفرد،
بالرغم ان مجمع البحوث الاسلاميه قبلها بخمس ايام قال ان زكاه الفطر 5 جنيه بس. ده الحد الادنى. حاضر. تسمح لي يا عم الشيخ؟ علي طبعا وانا سامع نصيحه حضرتك وصدري متسع وساكت خالص لما حضرتك تخلص. ونمره ثلاثه ان المفتيين لما يجوا بيفتوا يختتموا الفتوى بتاعتهم والله اعلم، انا ما بسمعهاش من سيادتك. حاضر يا فندم. وبعدين في حاجه بقى برضو، ليه البرنامج بتاعكم نمره التليفون بتاعتها لازم تكون نمره خاصه؟ يعني انا بتكلم الكلمه بتقطع جنيه ونص. حاضر. منتظر بكذا كذا وقت، ليه ما تبقاش نمره التليفون عاديه؟ حاضر يا فندم. شكرا يا فندم. العفو يا فندم، ربنا يكرمك وشرفتني، وهرد حالا ومش هطول. انا ما اصدرتش فتاوي، وانا عمري ما اصدرت فتوى، وانما قلت رايي، وقلت بالحرف الواحد والشريط حضرتك موجود. اتمنى إن رأيي يكون غلط، لأن عايز ربنا يفتحها على الناس بحالها. وما قلتش البورصة حرام، وإنما قلت 1 2 3 4. والجماعة اللي هم مجمع البحوث أساتذتي وإخواتي، وأنا ما طلعتش من عبايتهم في يوم من الأيام، لأن أنا أزهري من وأنا عندي 4 سنين. فاللي في مجمع البحوث يا زميلي يا أستاذي، فلا أنا جاي من نيجيريا ولا من دولة مستوردة، عشان تطمن حضرتك. أنا قلت لازم نشتغل في شركة، الشركة تكون بتعمل في حلال، ولازم فلوسنا توصل لها عشان تزود منها. لكن تبقى قاعد والإسهم تقول ور، لا بعنا ولا اشترينا، أنا شايف من وجهة نظري إن ده مار، لكن ما أصدرتش فتاوي. الحاجة التانية حضرتك، زكاة الفطر 5 جنيه قالها فضيلة المفتي، وفي نفس الوقت فضيلة المفتي قال وتوصل لـ40 جنيه عند القادرين. أعتقد أنا لما أقول 10 قلت في نفس الحلقة، ويجوز أكتر للي هو هيطلعها زبيب مثلا، يعني هيقدر الزبيب، مش معنى كده إنه هيطلع زبيب. الحاجة التالتة حضرتك، ختام الفتاوى الله أعلم، دي إحنا قلناها، نقولها أول مرة النهاردة وما نقولهاش تاني، باعتبار إنها منوية ولا حرج علينا، لأننا نؤمن بأن الله أعلم، فما هياش جريمة. آخر نقطة حضرتك، لما تتكلم 1440، وحقوله تاني 0938882 من أي مكالمة أرضية، ده إن شاء الله حضرتك المستفيد منه الأولاني قبلنا، حيث إن الإيجاز مطلوب، والسرعة في مبادرة الأستاذ اللي أنا هستفهم منه، بدل ما أقعد راحتي ساعة أتكلم وأفوت الفرصة على غيري. وأنا برحب بحضرتك وأرجو إن صدري يكون قد اتسع. والست حنان، أستاذ محمد. أيوة ساعة الباشا. أهلا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. النبي يا أستاذ مبروك، أنا عايز صدرك يتسع للحاجات العليا اللي سيادتك دلوقتي. حاضر يا فندم. دلوقتي سيادتك يوم 7/9 ويوم 8/9 اصدرت فتوى وقلت ان اعمال البورصه محرمه، بالرغم من ان مجمع البحوث، بالرغم من دار الافتاء المصريه قالت في الفتوى بتاعتها رقم 699 سنه 2009 انها حلال بشروط ثلاثه. واخد بالك سيادتك؟ طبعا الفتوى دي اللي سيادتك اصدرتها ممكن تعمل ذعر، وممكن تنقص السيوله في التداول، يعني ممكن تؤدي لضرر. دي نمرة واحد. سيادتك لو عايز اقول لك الشروط الثلاثة اقولهم لك. نمرة اثنين، بالنسبة لسيادتك اصدرت فتوى ان زكاة الفطر 10 جنيه للفرد، بالرغم ان مجمع البحوث الاسلامية قبلها بخمس ايام قال ان زكاة الفطر 5 جنيه بس. ده الحد الادنى. حاضر. تسمح لي يا عم الشيخ؟ علي طبعا وانا سامع نصيحة حضرتك وصدري متسع وساكت خالص لما حضرتك تخلص. ونمرة ثلاثة ان المفتيين لما يجوا بيفتوا يختتموا الفتوى بتاعتهم والله اعلم، انا ما بسمعهاش من سيادتك. حاضر يا فندم. وبعدين في حاجة بقى برضو، ليه البرنامج بتاعكم نمرة التليفون بتاعتها لازم تكون نمرة خاصة؟ يعني أنا بتكلم الكلمة بتقطع جنيه ونص. حاضر. منتظر بكذا كذا وقت، ليه ما تبقاش نمرة التليفون عادية؟ حاضر يا فندم. شكرا يا فندم. العفو يا فندم، ربنا يكرمك وشرفتني، وهرد حالا ومش هطول. أنا ما أصدرتش فتاوي، وأنا عمري ما أصدرت فتوى، وإنما قلت رأيي، وقلت بالحرف الواحد والشريط حضرتك موجود. أتمنى إن رأيي يكون غلط، لأن عايز ربنا يفتحها على الناس بحالها. وما قلتش البورصة حرام، وإنما قلت 1 2 3 4.
والجماعه اللي هم مجمع البحوث اساتذتي واخواتي، وانا ما طلعتش من عبايتهم في يوم من الايام لان انا ازهري من وانا عندي 4 سنين. فاللي في مجمع البحوث يا زميلي يا استاذي، فلا انا جاي من نيجيريا ولا من دوله مستورده عشان تطمن حضرتك. انا قلت لازم نشتغل في شركه، الشركه تكون بتعمل في حلال، ولازم فلوسنا توصل لها عشان تزود منها، لكن تبقى قاعد والاسهم تقول ور لا بعنا ولا اشترينا. انا شايف من وجهة نظري ان ده مار، لكن ما اصدرتش فتاوى. الحاجة التانية حضرتك، زكاة الفطرة 5 جنيه قالها فضيلة المفتي، وفي نفس الوقت فضيلة المفتي قال وتوصل لاربعين جنيه عند القادرين. اعتقد انا لما اقول 10 قلت في نفس الحلقة ويجوز اكتر للي هو حيطلعها زبيب مثلا، يعني حيقدر الزبيب، مش معنى كده انه حيطلع زبيب. الحاجة التالتة حضرتك، ختام الفتاوى الله اعلم، دي احنا قلناها نقولها أول مرة النهاردة وما نقولهاش تاني باعتبار إنها منوية، ولا حرج علينا لأننا نؤمن بأن الله أعلم، فما هياش جريمة. آخر نقطة حضرتك، لما تتكلم 1440 وحقوله تاني 093882 من أي مكالمة أرضية، ده إن شاء الله حضرتك المستفيد منه الأولاني قبلنا، حيث إن الإجازة مطلوب والسرعة في مبادرة الأستاذ اللي أنا هستفهم منه بدل ما أقعد راحتي ساعة أتكلم وأفوت الفرصة على غيري. وأنا برحب بحضرتك وأرجو إن صدري يكون قد اتسع وست حنان.